خلينا ننتقل من هذا التقرير في الجارديان إلى تقرير آخر في الواشنطن بوست تتحدث عن سوريا. العنوان يقول: المعركة الأكثر دموية في سوريا لم تأتي بعد، ومليون مدني في خطر. صحيفة الواشنطن بوست ما زالت مستمرة في بعض التقارير اللي بتحاول تحذر فيها من ما يجري في سوريا. الآن الحديث يزداد عن إذا ما انتهت الهدنة بشكل أو بآخر، ما هو مصير عدد كبير من السوريين. الواشنطن بوست بتقول المعركة الأكثر دموية في سوريا لم تأتي بعد، بتشير إلى أنه الخطر بيحيط بحوالي مليون مدني، تحديدا الحديث هنا عن محافظة إدلب، ومليون شخص جاءوا من كل مكان في سوريا كانوا بيهربوا من القتال لكنهم لم يتمكنوا، مما أسمته الصحيفة دفع رسوم المهربين للذهاب لأبعد من هذا، وأصبحوا محاصرين كلهم في محافظة واحدة اللي هي إدلب في شمال غرب سوريا، وبينظرون للهدنة القائمة منذ أسابيع بخوف وانعدام ثقة. المنطقة الواسعة اللي أسمها تقرير الواشنطن بوست على طول الحدود الجنوبية لتركيا أصبحت الآن أسمتها واشنطن بوست ثغرة نهائية للمعارضة. وتتحدث وتتوقع الواشنطن بوست أن في الأشهر المقبلة قد تكون هذه المنطقة هي التحدي الأكثر صرامة ودموية لما أسمتها قوات الرئيس السوري بشار الأسد، مش ما أسمتهاش الجيش السوري، ولكن بيختاروا اسم قوات الرئيس السوري. بيقولوا أنه الحرب إذا ما عادت مرة أخرى والهدنة دي أصبحت يعني انتهت، أنه هيكون هؤلاء المليون شخص الموجودين في إدلب ومحيطها هيكونوا في منتصف ما بين من أسماهم التقرير مقاتلي المعارضة ومن أسماهم أيضا بقوات نظام بشار الأسد، وهو هنا الجيش السوري وبعض التنظيمات اللي منها معارضة ومنها تنظيمات إرهابية داخل سوريا.